عين الحقيقة إلى ما تنظر؟ أتنظر إلى التاريخ أم تنظر إلى الحاضر؟ فكلاهما عز ومجد، كلاهما تضحية ونصر. ذكرى الاستقلال على المستعمر الفرنسي هي مناسبة وطنية وليس حكرا على عصابة الأسد الذي اعتمدت منذ 45 عام لاحتلالها سوريا واستعبادها الشعب السوري لنسب هذه المناسبات الوطنية لها ولحزبها. نحن اليوم نحتفل بذكرى الاستقلال ونؤكد على استمرار الثورة. من حقق الاستقلال منذ 70 عام هم أحرار سوريا، ومن بدأ بثورة سوريا الكريمة منذ 5 سنوات هم الأحرار أيضا لبناء سوريا والتخلي عن العبودية التي فرضها الأسد وعصابته. هذه المناسبة ليست حكرا على آل الأسد، هي مناسبة وطنية فقط لنؤكد اليوم أن الاستقلال مستمر والحصول على الحرية مستمر أيضا. ذكرى جلاء تسمى، نحن اثرنا ان نسميها ذكرى الاستقلال لانه الاستقلال قيمه عظيمه بحياه الوطن السوري، والان نحن نعيش الاستقلال الثاني ولدينا شعور بانه لم يتحقق الاستقلال، لمسيره الاستقلال مستمره منذ ثوره اجدادنا وما زالت مستمره الان الاحفاد ليصلوا الى مرحله الحريه الكامله من التبعيه للاجنبي. رغم معاناه الحرب والحصار لم ينسى اهلي الغوطه ذكرى كانت هي ذكرى تذكرهم بحالهم الان. على طريق الاستقلال يحيون ذكرى الجلاء الفرنسي عن ارض سوريا عموما. من الغوطه الشرقيه لقناه حلب اليوم منصور ابو الخير.